تشهد مصر هذه المرحله المهمه والفارقه في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسيه عشرين اربعه وتعد تلك الانتخابات خامس انتخابات رئاسيه تعدديه تشهدها البلاد في تاريخها الحديث هي ليست رفاهيه او اختيارا بل هي واجب وطني ودستوري من اجل رسم ملامح المستقبل المشاركه في الانتخابات حق اصيل يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنه وبما ينعكس من مردود ايجابي على بناء ثقافه الديمقراطيه في مصر المشاركة الواسعة من الناخبين في كل أرجاء الجمهورية هي الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الناخب على الأرض وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي الانتخابات التعددية الخامسة في تاريخ مصر والثالثة بعد ثورة 30 من يونيو أي خلال عشر سنوات فقط مما يؤكد أن اتجاه الدولة يمضي في الطريق الصحيح نحو مباشرة الحقوق السياسية لكافة المواطنين ويؤكد حرصها الدائم على ترسيخ مبادئ الديمقراطيه وربط مصالح الناخب بمصالح الحكومه، ومن هنا تسهم الانتخابات النزيهه في تحقيق اهداف التنميه على المدى الطويل، اذ ترسخ دعائم الحكم الذي يستجيب لاحتياجات الشعب، ولا شك ان اراده الشعب التي يعبر عنها في صناديق الاقتراع هي مصدر السلطه في الحكم الديمقراطي. كما أن مصر صاحبة الوعي الحضاري المتجذر في التاريخ يعلم كل مواطن فيها أن الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين وهو بلا منازع قاطرة الاستقرار والتنمية